وافياً إلا الكتابة. اسمي رياحين حازم، عمري 9 سنوات، في مرحلة الرابع الابتدائي من مدرسة الجيل العربي في محافظة بغداد مديرية الكرخ الثانية. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا بطلة القدرات العقلية، لقد شاركت في اختبارات الذكاء التي تقيمها مؤسسة IoT Kids لأنني أحب التحدي. أمي وأبي وإخوتي هم من كانوا قدوتي في حب الكتاب والقراءة. قصتي مع التحدي، بعد الاطلاع على مجموعة من الكتب شاركت في الموسم 6 والـ7 والـ8، وبعد هذه المشاركات أصبح لفمي عقل فصرت أفكر قبل أن أنطق. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. في كل مرة تشارك رياحين أرى أنها صارت أفضل بكثير سلوكاً وفهماً وعلماً. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.